هذا تدخل سريع جدا للشباب اللي راهو راح يحضر الماتش تاع غدوة تاع لا كوب تاع لا فينال ما بين سيربي وسطيف في ملعب 5 جويلية. معلوماتنا تقول بأنه النظام راح يحاول، لأنكم راح ترفعوا شعارات بإسقاط النظام، شعارات ضد بوتفليقة، شعارات ضد العسكر، ضد الجنرالات، شعارات بإلغاء الانتخابات، شعارات بوقف الانتخابات، مهم شعارات مهم كلها ضد النظام وبإسقاط النظام. راح يحاولوا ينتقموا منكم بعد ما تخرجوا من الاستاد ويدفعوكم بطريقة أو بأخرى إلى أعمال شغب. نحن نعرف أن أعمال الشغب تحدث أحيانا، لكن هم ممكن يدفعوها بقوة، يدخلوا بيناتكم ليزاجيتاتور، يدخلوا بيناتكم العناصر نتاعهم اللي تدفع إلى السرقة، الحرق، القتل، التدمير إلى آخره. والهدف عارفين بأن الشعارات نتاعكم اللي راح يسمعها العالم غدوة، خاصة أن في صحفيين وفيه مراقبين وفيه حتى بلاتر، هذا جايبينه، هذا الكورومبي تاع بلاتر جايبينه باش يحضر، بوتفليقة راح يكون حاضر وراح يسمع كلام قوي جدا غدوة في الاستاد. إذا راح ينتقموا منكم، وأيضا في نفس الوقت يحولوا ويخوفوا الجزائريين الآخرين من أن إذا ثاروا راح يكون فيه عنف وشغب كما اللي صار في جونفي ما بين 15 جونفي 2011. ولذلك وصيتي لكم يا شباب الجزائر، رجاء أن تكون سلمية، رجاء أن مظاهراتكم تكون سلمية، مواقفكم تكون سلمية، ابتعدوا على الحرق، ابتعدوا على التكسير، ما تدخلوش في لعبة النظام. النظام هذا مثل الحوت، تخرجوا من الماء يموت. النظام هذا تبعد له العنف ينتهي. النظام التونسي انتهى لأن الشعب التونسي ما فيش سلاح. النظام المصري انتهى في أسرع وقت لأن الشعب المصري ما كسرش وما حرقش وما فيش سلاح. في ليبيا طالت الأمور لأن الشعب الليبي اضطر أن يفتح سلاح، أنا عارفين. وفي سوريا الآن أيضا تطول الأمور لأن الشعب السوري اضطر جزء منه أن يفتح سلاح. المهم أنظمة الاستبداد، أنظمة الإجرام، أنظمة كما النظام الجزائري تحتاج للعنف. ما نعطولوش لعبة العنف، ما نعطولوش، ما ندخلوش في اللعبة نتاعه. أرفعوا شعارات، أرفعوا المناديل البيضاء، أرفعوا الشعارات لإسقاط النظام، حاولوا بكل الطرق أنكم تنادوا، تصرخوا، تظهروا، تتكلموا على إسقاط النظام، لكن قولوا سلمية 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 في الاستاد. مثل ما تقولوا إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. شبابنا أنتم كما قال ابن باديس، أنتم رجاءنا حقيقة، وبكم الصبح قد اقترب. مثلكم شباب العربي بن مهيدي وبوضياف وبن بولعيد وكريم بالقاسم، شباب مثلكم خرجوا فرنسا، أنتم مستعدين وقادرين أنكم تخرجوا عملاء فرنسا وأذناب فرنسا وبقايا فرنسا، هذه العصابات الحاكمة. بل أنا متأكد أنه لو فرنسا ترجع تقدروا تخرجوها، طبعا لو فرنسا ترجع نخرجوها كلنا بسلاح، لكن هذا النظام إذا أردتوا إسقاطه، إذا أردتم تسترجعوا بلادكم، تسترجعوا جزائركم، تسترجعوا أملكم، تسترجعوا حياتكم، يابد من إسقاطه ولكن بطرق سلمية، ما ندخلوش في اللعب نتاعه. الله يبارك فيكم، السلام عليكم.